أهلا بكم مجددا، معكم نورة سعليم دوا نتعلم معناه. وفي هذا الفيديو سنكمل الشروحات حول كيفية حماية موقع ووردبريس باستخدام إضافة All in One WordPress Security and Firewall. قمنا بتثبيتها بالفيديو السابق، وفي هذا الفيديو سنقوم بإكمال الشروحات أو شرح الوظائف الخاصة بهذه الإضافة. فكيف يمكننا تحقيق حماية أفضل لقاعدة البيانات؟ غير موضوع أن قمنا بالنسخ الاحتياطي، يمكننا أيضا القيام بتغيير بادئة قاعدة البيانات. ماذا يعني بادئة أو بادئة جداول قاعدة البيانات؟ بكل بساطة، إذا قمنا بالذهاب إلى phpMyAdmin وإلى قاعدة البيانات ووردبريس، سنجد أن كل جداول قاعدة البيانات تبدأ بنفس الشيء. هذا الشيء المشترك هو البادئة التي تبدأ بها الجداول. الافتراضية أن يكون WP، نحن نريد أن يكون شيء غير الافتراضي. الافتراضي لأي قيمة، يعني أن سهل التخمين على المتطفل المستغل الهاكرز، فبدقيقة سيقوم بتخمينها، ولكن عندما نقوم بتغييرها فسيصعب عليه تخمين بادئة جداول قاعدة البيانات. وربما تسألون أنفسكم أن ما الفائدة أن يعرف اسم بادئة قاعدة البيانات؟ بكل بساطة، ووردبريس مفتوح المصدر، كل الجداول التي ينشئها هنا، كل موقع ووردبريس ينشئ نفس الجداول، ولكن اختلاف من موقع لآخر هو بادئة هذه الجداول. أي مثلا بكل موقع ووردبريس هنالك جدول اسمه links، هنالك جدول اسمه options، هنالك جدول اسمه posts، ولكن ليس بالضرورة أن يكون له نفس البادئة، إلا إذا كان هذا الموقع يستخدم بادئة الافتراضية، و بالتالي سيستطيع أن يعرف أسماء جداول قاعدة البيانات التي قد يستخدمها لعمل هجوم معين. فبالتالي علينا أن نقوم بتغيير هذه البادئة. فهنا عندما نقوم بالذهاب حماية موقع ووردبريس ونختار خيار حماية قاعدة البيانات، من هنا سنجد أن خيارات بادئة قاعدة البيانات يقول لي أنت تستخدم قاعدة البيانات الافتراضية، قم ب توليد بادئة قاعدة بيانات جديدة. فيمكنك هنا كتابة أي شيء أنت تريد، ماذا يعني ذلك؟ مثلا قم بتحديد هذا التوليد 6 محارف عشوائية، أي شيء عشوائي يفضل أن يبدأ بأندرسكور. لماذا؟ لا أو ينتهي عفوا بأندرسكور. السبب أن هنا للتمييز بين اسم الجدول والبادئة يوجد بينها underscore، هذا هو الموضوع. فإذا سنقوم مثلا بالتسمية، مثلا ماذا تريدون التسمية؟ مثلا أي شيء عشوائي، مثلا هكذا، وتغيير البادئة. طبعا يفضل قبل أن نستخدم هذه الميزة أن نأخذ نسخة احتياطية من قاعدة البيانات. قمنا بأخذ نسخة احتياطية من قاعدة البيانات. فإذا هنا يقول تم إكمال المهام. الآن دعوني أذهب إلى phpMyAdmin أرى ما الذي حدث. تغيرت البادئة هنا كما تلاحظون، نفس البادئة التي وضعتها قبل قليل. الآن إذا قمت بالتحديث فسيقول أن قمنا بتحقيق نقاط جديدة للحماية الخاصة بهذا الموضوع. أيضا مرة أخرى يمكنك تحديد أي شيء هنا، لا مشكلة، ولكن لا للافتراضي، لا للقيمة الافتراضية. فإذا هذا كله لفيديو اليوم، وأراكم في الفيديو اللاحق حول أيضا وظيفة أخرى من وظائف إضافة All in One WordPress Security and Firewall، وكيف يمكننا استخدام هذه الوظائف لحماية موقع WordPress بشكل أفضل.